مسابقة بين صناع المحتوى، تمام؟ وأنا صدفت إني بنفس الفئة ضد غيث مروان، كل واحد فينا لازم يجمع أصوات. المشكلة إنه غيث صاحبي وبصراحة بحبه وبتمنى له كل خير. بيننا أنا وغيث في كثير أصدقاء مشتركين، بس يا أخي ما حتى حكوا كلمة إنه يا أخي الزبالة هذا اللي موجود معاه ضده في التصويت. احكي كلمة بس عشان يعني ما تطلعوا في صورة سيئة. دقيقة دقيقة، أحمد أبو الرب التمساح اللي ما بزعل ولا بتنزل دمعة من عينه زعل؟ في مشكلة شباب، زر الطوارئ، حال الطوارئ الحين الحين الحين. وكذا وصلنا وجهزنا هذه الأوراق عشان أروح أصوت لأحمد أبو الرب وأخليه سعيد. يعني ما تهون علي يا أحمد أنك تكون زعلان، فطبعنا الأوراق وبسم الله خلينا نروح نقنع الناس أنه تصوت له. شباب لقينا أول شخص يبغى يصوت أحمد أبو الرب. تعال تعال لو سمحت، أنا قاعد أحاول أخلي الناس تصوت له عشان يفوز. شوف أنا أول شيء من متابعينه. أنت متابعينه؟ طيب يا أحمد هذا أول شخص شباب، في رقم طالع لكم هنا بالزاوية، ما راح نقول لكم كم، بس هذا أول شخص اضغط التصويت صوت، هذا أحمد أبو الرب. دن كذا صوتنا، يعطيك الف عافيه يا عيال. انا طابع تقريبا اوراق كثير من هذه زي كذا، فبروح عند السيارات وخليني احطها. ف بسم الله نيجي عند السيارات شباب. يلا اللي بعده اللي بعده. انا ماسك هذولي ماشي بالشارع، فشوفوا فوق مين في هناك. شفت الورقه حقتنا؟ لا ما شفت. هذه هذول الورقتين شايف؟ شايف؟ شوف صوت لاحمد ابو الرب ما صوت. طب تصوت صوت من عندك، ادخل نيكلوديون هذا الرابط، انا ماسك هذا بتشقلوب صوت وخش. دلني يعطيك العافيه. وكذا يقول اخذنا ثاني تصويت ونروح على الثالث والرابع والمليون. يلا لازم تفوز احمد اليوم، لازم تفوز. السلام عليكم، كيف حالك؟ صوت لاحمد ابو الرب نيكلوديون. ابغاك لو سمحت طلع جوالك وتخش نيكلوديون وتصوت له، تمام؟ واذا نسيت اي شيء يعني اذا حاب تزيد الخير خيرين، عندي شيء بعطيك اياه. وزعه اذا ما عندك مشكله، هذه ورقه عشان تساعد التصويت. دن يعطيك العافية حبيبي. يلا اللي بعده. السلام عليكم، كيف حالك؟ سؤال، صوت لأحمد أبو الرب بنيكلوديون ما صوت له؟ لا يا شباب ايش ما بنفع. لو سمحت دقيقة، ما في جوالات. لا ما في جوالات خلاص. عندك هذه ورقة، اعطيك ورقة. هي ورقة فيها مصاري ولا ببلاش؟ انت صوت، ما هو اذا صوت انت بتاخذ فلوس بس ما معك جوال. فهذه الورقة اعطيناكم. طب اشتري لي تليفون. اسلك تليفون؟ انا ابو مش ابو فهد. كم حقه هو اصلا؟ 50؟ اه 50 دولار. مصور هو صوت. جيب الجوال الحين صوت، جيب الجوال وصوت. ما معي الجوال. طيب يا شباب لقينا سياره اغنياء المرسيدس هذه، فراح احط الورقه عليها ويمكن التصويت الاغنياء يصير دبل والله مني. بدون ما حد يشوفني عشان دقيقه طاف. الورقه طاحت. اي الورقه طاحت والله. المصور زلام كذا ما بتطيح. بعد ما سوينا عند السيارات وحطينا اوراق، خلينا نروح عند المطاعم لانه يمكن ندخل مطعم نلاقي فيه ناس. فبسم الله خلينا نشوف. شوف هنا هذا ما في مطعم هنا. في احد؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ صوت لاحمد ابو الرب بنيكلوديون صوت له؟ دقيقه تعال تعال تعال، متاكد انك صوت له؟ صوت له؟ ايوه. سلم علي. اول شخص نلاقيه يكون مصوت لاحمد بدون ما نقول له. بعد ما صوتنا ما ادري كم اتوقع وصلنا التصويت طالع لكم هنا. في ناس مصوتين خلف الكاميرا وانت مديك تصوت، ترى باقي كم يوم ويقفل التصويت. والسلام عليكم، كيف حالك؟ ابغى اسالك سؤال، صوت لاحمد ابو الرب نيكلوديون؟ احمد ابو الرب ايوه تعرفه اصلا؟ لا ما بعرف. اسمع في تصويت حق نيكلوديون واحمد زعلان، فابغاك تصوت له عشان يصير فرحان. شفت احمد محسن نفس الحاجه. تصوت له خلاص؟ تفضل هاي ورقة، تخش على الموقع هذا. شوف هذا الموقع، تدخل تصوت له. شوف واحد فيه همس البرات حليو مز، تصوت له. اسمع احمد بالضبط دن. شكرا. لقينا الشباب ما ادري ايش يبغوا، بس شكله في تصويتات. ما صوت. في تصويت؟ ايوه. لا ما صوت. حتى صوت؟ السلام عليكم. حاب تقول شيء للكاميرا قبل؟ لا شلونك وش اخبارك؟ صوت لاحمد ابو الرب؟ لا والله ما صوت له. طيب ايش رايك تصوت؟ تعرف يوتيوبر؟ يوتيوبر مشهور. نعم الله عليك. طيب شوف ابغاك تدخل تصوت. شوف وين اصوت انا؟ تفضل يعطيك العافيه. انا لازم اتدخل على الجوال شويه. لا 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 ما شوف شوف تدخل كذا. شوف اللي ما صوت تخش كذا. عاد تشوف هاتشوف عاد. والله خلنا نتعلم معاك. لا لا هو اول شيء المشاهدين يا ولد. شوف تخش هنا احمد ابو الرب. شوف عادي انسى. صوت. صوتت؟ بس حاب تقول شيء لاحمد ابو الرب؟ حبيبي ابو الرب استمر. يلا واحد اثنين.
خلينا نروح ندور ناس. في واحد هناك صدته بس ان شاء الله ما يطردنا. يعطيك العافيه. اسمك الكريم؟ ليه غيف. ليه ليه سؤال، صوت احمد ابو الرب. صوتت له ولا رغده؟ اوه يعني صوتت لهم. طيب يعطيك العافيه اول شيء انك صوتت لهم. اخيرا لقينا احد مصوت له. حاب تقول له شيء لاحمد ابو الرب؟ محتوى جديد حلو. يعطيك العافيه. معلش دهمنا في الوقت مو كويس بس اتوقع انه ما عندك وقت وانك مو فاضي وراك طلبات، فابغى اعطيك هذه ورق. تفضل خذ ورقه صوت ويعطيك العافيه. بسرعه اللي بعده. ما عندنا وقت، ما عندنا وقت. بسرعه بسرعه بسرعه. اسمح اسمح تفضل. ابغاك تصوت لاحمد ابو الرب. تمام شكرا. بسرعه اللي بعده اللي بعده. بسرعه بسرعه بسرعه. الحين حنروح الشارع لانه اتوقع بالدقيقه تمر يمكن فوق ال 1000 سياره. والله نقول 100 واحد صوت احمد ابو الرب المفروض يفوز. صوت لاحمد. ايش هذا؟ ما في سيارات. يعني لما جينا نصوت ما في سيارة. سياره سياره سياره. سياره صوت سياره. طلع شباب ضمننا تصويت اتوقع. سياره ثانيه واتوقع الوضع يكون بالسليم. تصويت تصويت. ما في احد. ايش هذا؟ شباب تصويت ابو الرب. الو شباب سيارات سيارات سيارة 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 سيارة. صوت كابتن. تصويت شباب في شرطة يقلوا. الزمنا الزمنا الزمنا. وانا قاعد احط الاوراق واحاول اخلي احمد ابو الرب يفوز. لا تنسى تحط اللايك والاشتراك عشان اذا وصلنا 100,000 مشترك راح اتبرع بشعري لمرضى السرطان. هليكوبتر. المفروض انهم شافوها وصوتوا لاحمد. تاكسي شباب التاكسي يبغى يصوت. السلام عليكم كيف حالك؟ تفضل هذه لو سمحت نبغاك تصوت له. يعطيك العافيه. ترى اللي هذا اللي هذا بس. بدي اسالك تعرف احمد ابو الرب؟ طيب اسمع خذ صوت له اوكي؟ تفضل. خلي كل الناس يصوتوا له. دانت. سؤال انت سالتني ايش قبل شوي؟ سالتني الصبح داير بها شو بتسوي؟ احنا في شفت تعرف احمد ابو الرب؟ اكيد. طيب هو دخل في مسابقه اسمها كيد بيبل تشويس اوورد. تمام سمعت حق نكون. طيب صوتت له مدامك سمعت فيها؟ صوتت له؟ لا صراحه. تقدر لو سمحت افتح جوالك وصوت. طيب ايش بيطلع لي منها الحين؟ اول ما تصوت بيطلع لك هذا احمد ابو الرب. شباب طيب كذا صوتنا له. يعطيك العافيه. خلاص الحين اول اذا فاز بوصلك شيء على الايميل وما عليك. بص انك شكرا انك سويت له بس ما فزت. خلاص تعال تعال شباب. انت مصوت غيث مروان صح؟ مش انا. ايوه مين مصوت غيث مروان؟ عبد الله. انت مصوت غيث مروان؟ اسف. طب كفو عليك. ايوه غيث مروان حبيبنا كمان. ليش زعلان؟ بالضبط. غيث مروان عسل كمان. انا لو معي تليفون اصوت لابو الرب. ابو الرب خلاص اسمع 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 عشان 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 ما تنسى عشان تصوت له. والحين رحت اخلي كل الناس اللي موجودين بالمجمع يصوتوا لاحمد ابو الرب عشان نقدر نفوز. بعد ما خليتهم يصوتوا سويت اخطر حركه ممكن اسويها عشان اخلي احمد ابو الرب يفوز. الحين حنروح عند بنز ونساله اذا صوتوا لاحمد ابو الرب ولا لا. فخلينا نخش. صوت لاحمد ابو الرب؟ طبعا. متاكد؟ ابو الرب بحبه. لا يعطيك العافيه. شكرا انك صوتت له. شغب انا وياه هيك. احلى مكافاه بدك اياها عشان يساعدك. طبعا. خلاص دن. اوكي. بس على مطعم بنز. خلاص دن. بسم الله خلينا نجرب يلا. طيب يا عيال وصل الاكل وحنجربه مع ابو الرب. والله يا رهيبه. نبغى نحط هذه. نبغى نحط هذه بمحل. تمام كل واحد يشوفها. نحطها هنا عشان الناس لما تيجي تشتري تصوت لاحمد بس. يلا ناس قاعدين نلعب بتراكس. قاعدين نصقع راس احمد ابو الرب اللي ما صوت له. فاذا انت ما صوت له ما ادري ايش قاعد تسوي. طيب عيال اللي يسال من وين طبعت هذولي؟ من عند فوربرس يعطيهم العافيه.